اشهد يا منبر هدينا لخطيب قد نصر الدين لم يخش سوى الله بحق فاتاه الناس محبين لم يخش سوى الله بحق فاتاه الناس محبين تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص منك في الدين. لن يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين. فلا تصاحب غنيا تستعز به وكن عفيفا وعظم حرمة الدين واسترزق الله مما في خزائنه فإن رزقك بين الكاف والنون واستغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. والله الذي رفع السماء بلا عمد اقسم يمينا بالله انني احمد الله كثيرا على اجل نعمة انعم بها علي بعد نعمة الاسلام الا وهي نعمة العمى حتى اتفرغ لذكر الله حتى لا اشغل القلب بسواه حتى اقطع صلتي باصحاب المناصب باصحاب الدنيا باصحاب متاعها باصحاب مادياتها واذا كان لي عند الله دعوة مستجابة فانني ادعوه قائلا احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. كم تساوي الدنيا كم تساوي الدنيا؟ اين جنكيز خان واين هولاكو واين طاغية الالمان هتلر واين طاغية ايطاليا موسوليني واين طاغية فرنسا نابليون واين طاغية روس ستالين ولينين واين الطواغيت في الشرق والغرب؟ اين هؤلاء واين اولئك؟ اسألوا عنهم الطراب اسألوا عنهم الدود اسألوا عنهم المقابر اسألوا عنهم التاريخ. نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا. اين الاكاثرة الجبابرة الاولى جمعوا الكنوز فما بقينا ولا بقوا. من ذا الذي ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى فحواه لحظ ضيق خرس اذا نودوا كأن لم يعلموا ان الكلام لهم حلال مطلق. كم تساوي الدنيا؟ لا تساوي عند الله جناح بعوضة. انك علمت